السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثالثة والنصف للأخبار السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية قرغيزستان. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الجيش اليمني يحبط هجوما لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة. ارتفاع حصيلة قتل الاحتجاجات في إيران إلى 304 قتيل وإصابة الآلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم فخامة الرئيس سورناباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان، كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وقد أجريت لفخامة الرئيس سورناباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين. بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية قرغيزستان. عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فخامة الرئيس سورناباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية قرغيزستان. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن تركي، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز بن سعود، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله، وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبد الله، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد الرحمن بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق طراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل اختتام بطولة مركز الملك عبد العزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة، والتي انطلقت فعالياتها الخميس الماضي في مقر مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب. وتوج سموه مربط السيد بذهبية بطولة الأفحل بفوز الحصان إيدنسي، ومربط المخلديات بفضية البطولة بفوز إكواتور، واصطبلات الخالدية بالبرونز بفوز الحصان رازي الخالدية. بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة الرياض الشركات الراعية والرعاة الإعلاميين وحكام البطولة. شرف لي أن أحضر هذا اليوم في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، لأكون مع الزملاء جميعا في هذا المركز وعلى رأس معالي وزير البيئة والزراعة والمياه الذي نرجو أن نوفق معه إلى إيصال هذا المركز لمستوى عالي ويعمل عليه، ونحن نمثل هذا اليوم عطاءات كثيرة في الوطن. أرجو أن نوفق وإياه وزملائه لنرهب بهذا المركز إلى مستوى عالي. هذه بطولة غالية يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نرعاها ويجب أن نجعلها تتفوق على مستوى العالم، وهي كذلك ولله الحمد، خاصة ويرعاها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي نرجو له إن شاء الله طول العمر والتوفيق في كل ما يخطط له وكل ما يصبو إليه. أطلقت وزارة الإسكان مبادرة تختص بتقديم قرض حسن يصل إلى 100,000 ريال لأعمال ترميم المنازل لجميع المواطنين، المنازل التي مضى عليها أكثر من 15 عاما، ويشمل القرض المواطنين المستفيدين من القرض الأول البالغ 500,000 ريال. إطلاق مبادراتها التنموية الإسكانية بتقديم قرض حسن بنحو 100,000 ريال تقدم لعموم المواطنين مخصصة لأعمال الترميم وتحسين أوضاع المنازل، وسيقدم هذا القرض أيضا لمن استفاد من القرض الإسكاني البالغ 500,000 ريال. وأكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أن الوزارة اتجهت بهذه المبادرة إلى دعم الأسرة السعودية في مقر سكنها الحالي، وأيضا تحسين الواجهة العامة للمنازل بعمليات الترميم التي تقدم لها الوزارة هذا القرض. وستصرف الوزارة قرضا يصل إلى 100,000 ريال لعموم المواطنين الراغبين في ترميم منازلهم التي مضى عليها 15 عاما منذ الإنشاء، وسيكون هذا الدعم مخصصا للترميم، ويشمل القرض أيضا المواطنين الذين استفادوا من القرض الإسكاني البالغ 500,000 ريال في سكنهم الأول والذي مر عليه 15 عاما. ويحق للمواطن الحصول على قرض الترميم لمنزله بمجرد تقدمه بطلبه للوزارة وإكمال الإجراءات النظامية. وللحديث أكثر عن هذا الدعم من وزارة الإسكان ينضم معنا الدكتور عبد الرحمن السعدون الباحث الاستراتيجي في الإسكان. مساء الخير دكتور عبد الرحمن، يعني بداية لو تحدثنا عن هذه المبادرة وما هو الهدف من تجديد المساكن وأيضا عن الاشتراطات في الحصول على هذا القرض. مساكم الله بالخير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على الاستضافة للحديث عن مبادرة وزارة الإسكان لدعم تجديد المساكن.
أولا هذه المبادرة يعلم أستاذ المشاهدين أنها ضمن عدة مبادرات أطلقتها وزارة الإسكان بإشراف وتنفيذ ومتابعة من معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل في برنامج سكني لتسيير وتسهيل حصول المواطن على المسكن الأول. طبعا شملت هذه المبادرات قروض من صندوق التنمية العقاري وشركات التمويل والبنوك، كما شملت أيضا وحدات سكنية مثل الفلل أو الشقق. شملت كذلك وحدات سكنية تحت الإنشاء لدى القطاع الخاص وتدعمها الوزارة. شملت كذلك الأراضي المجانية ودعم القرض العقاري القائم. حاليا أطلقت الوزارة مؤخرا مبادرة تجديد المساكن. هذه المبادرة تهدف إلى المحافظة على الأحياء القديمة وتشجيع التملك بها، خاصة وأن هذه الأحياء مكتملة الخدمات. أيضا تساعد من ضمن أهدافها على تعزيز الاستقرار فيها، لأنه ملاحظ أن كثير من الأحياء بعد أن يسكن فيها ساكنوها ثم بعد فترة يرغبون في الانتقال إلى أحياء أخرى، فتظل كثير من هذه المباني غير مستفاد منها. كذلك من أهداف هذه المبادرة أنها تقدم تسهيلات إضافية جديدة لتملك المساكن، وهذا ما سنتحدث عنه يعني في النقطة التي بعدها. تشجع أيضا هذه المبادرة على التملك في الأحياء التي مضى على البناء فيها 15 عاما فأكثر، كما تهدف أيضا هذه المبادرة إلى رفع مستوى المعيشة في تلك الأحياء إضافة للاستفادة من المخزون السكني القائم. أما من حيث شروط الاستحقاق والحصول على يعني هذه المبادرة، أولا رغبة المستفيد، لا بد أن المستفيد يكون يرغب في شراء هذه الوحدة السكنية الجاهزة، كما اشترطت أيضا الوزارة أن يكون عمر العقار المطلوب شراؤه هو 15 سنة فأكثر، يعني بحيث أنه يتناسب مع هذه المبادرة ورغبته أيضا في التجديد. كما أيضا اشترطت الوزارة أن يكون تاريخ شراء العقار من 15 أكتوبر 2009. ليش؟ لأنه نظرا لحداثة هذه المبادرة، وبعد ذلك يعني تحاول الوزارة ترى إقبال المواطنين عليها ثم بعد ذلك تبدأ في قضية التقديم. طيب الآن عندنا احنا القرض ترميم المساكن، هذا القرض الجديد، وأيضا في القرض العقاري المتعارف عليه، يعني ما هو الفرق؟ هل هو يعني بالنسبة هل هو سيتجه إلى البنوك ولا الوزارة هي اللي بتقرض؟ طبعا هو تعرف الوزارة هي يعني تعمل، والوزارة مع القطاع الخاص هو شريك في مثل هذه البرامج كافة، فتسهم الوزارة من جهة وأيضا القطاع الخاص في هذا الأمر. البرنامج نفسه يقدم 500,000 ريال، لماذا؟ لشراء المبنى نفسه. أما الدعم الآخر هو لتجديد المسكن، يصل هذا إلى 100,000 ريال عندما يحصل المواطن على مبنى ويأخذ هو قرض عقاري. بعد ذلك أيضا يحتاج هذا المبنى إلى دعم من أجل التجديد، يختلف المبلغ، لكن البرنامج نفسه يدعم من يرغب في هذه المبادرة أنه يحصل حتى إلى أعلى شيء اللي هو 100,000، إضافة إلى القرض الذي يحصل عليه وهو 500,000 لشراء هذا المبنى. وهذا يعني أيضا رافد إضافي ودعم إضافي من أجل تشجيع المواطنين للتملك في مثل هذه الأحياء. طيب قد يتساءل المستفيدين طبعا عن آلية سداد هذا القرض. لا لا لا، طبعا الحصول على 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 هذه المبادرة يحتاج طبعا قضية السداد هذه بالتنسيق ما بين الوزارة وما بين المواطن المستفيد وعدد أفراد الأسرة وما إلى ذلك. يحصل المواطن على هذا البرنامج من بين الخيارات والمشاريع اللي موجودة فيه، ويتم حسابها لأنه هذه ستسهم مباشرة في حصول المواطن على هذا القرض ودعمه وتجديد المبلغ الذي هو يرغب فيه. طبعا تحسب هذه مع أعداد أفراد الأسرة والدخل الذي يمتلكه المواطن. جميل. سعادة الدكتور عبد الرحمن السعدون الباحث الاستراتيجي في الإسكان، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى هذا الإيضاح. أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن 54,754 موظفة سعودية استفدنا حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول.
هذا البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي، ويهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وبجودة وسلامة عاليتين بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة. حققت الشركة السعودية للكهرباء إنجازا ضمن برنامج الصفوة، أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نظير جهودها في مجال التوطين، حيث تجاوزت نسبة توطين الوظائف في الشركة 92.43% من إجمالي العاملين. وفي هذا السياق زار وكيل وزارة العمل العلاقات العمالية عبد المجيد رشودي السعودية للكهرباء لإبلاغها بتصنيفها الجديد وتقديم التهنئة بحصولها على هذا الامتياز من الوزارة. تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم بالذكرى 48 ليومها الوطني، ومنذ استقلالها شهدت البحرين نهضة شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وعززت مملكة البحرين من مراكزها التجارية والمالية والسياحية في المنطقة، وحققت خلال الفترة الماضية إنجازات ضخمة ومتنوعة. هذا وتتسم العلاقات الأخوية والمتجذرة بين المملكة والبحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، كما تشهد تطورا دائما ومستمرا على كافة المستويات وفي شتى المجالات. وطن واحد وشعب واحد وقلب واحد، المملكة والبحرين، قصة الوفاء والود والإخاء، وابتسامة لطالما عكست ما بداخل الصدور من فيض حب وشعور. فالعلاقة الأخوية الحميمة والخاصة بين الشعبين جسدتها لحظات اللقاء بين قادتيهما، تلك اللحظات التي عرفتها المملكة منذ فجرها الأول حين زار الملك عبد العزيز أخيه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، لتتوالى الزيارات من بعدها، فيتواصل الود والحب بل يتطور ليغدو جليا ومشرقا على كافة المستويات. ثوابت ورؤى مشتركة جمعت الشقيقتين اتجاه مختلف القضايا والأحداث، وروابط أخوة وقربة ونسب وحدت المصير والهدف والغاية، فغدت المملكة والبحرين عينين في رأس واحد. تنسيق وتعاون سياسي وعسكري جعل من البلدين قوة واحدة تدافعان عن مصالح بعضهما البعض في وجه أي تهديد محتمل أو عدوان. نمو اقتصادي امتاز أيضا بالتوازي بين المملكتين، جسدته المشروعات المشتركة والتبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال والاستثمار الذي عمل عليه مجلس الأعمال السعودي البحريني، مما أسهم في تعدد المشروعات الاقتصادية التي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986 لتكون المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين. ليأتي من بعده مشروع الجسر المتوازي والذي تم الإعلان عنه أكتوبر الماضي، فيكون تأكيدا على عمق أواصر العلاقة المتينة والتواصل الدائم والمتنامي بين المملكتين، حيث يزداد عدد المتنقلين بينهما ما يقارب 7% سنويا، كما يتوقع أن يزيد الجسر من حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 50 مليار سنويا. جسور المحبة التي لم ولن تساهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل هي حلقة وصل تبلورت من خلالها العديد من التعاونات الثقافية في جميع المجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية. رباط وثيق يزداد متانة في كل عام، حيث يحتفل السعوديون بيومهم الوطني البحريني احتفالا ينبع من الفؤاد وفرحة تعجز عن وصفها الكلمات، بل يكتفي الناظر إليها بعمق ما تنقله الصورة وهيبة ما يصوره الدم والشوق والحنين.
وفي أخبارنا العربية، أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة، حيث رصدت قوات الجيش مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تستعد للتقدم تجاه مواقع في مديرية حيس، وتمكنت القوات من صدهم بعد تكبيدهم قتلى وجرحى، كما تمكنت القوات من تحرير منطقة حبيل يحيى في جبهة بتار شرق مديرية الحشا عقب هجوم عنيف شنته على الميليشيات، ما أسفر عن مصرع 14 عنصرا في صفوفهم وجرح الآخرين. في الأراضي المحتلة، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات ومداهمات، ففي محافظتي القدس ونابلس قامت باعتقال 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة في شمال طول كرم أن جيش الاحتلال اعتقل أيضا 9 مواطنين فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في لبنان، تواصلت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت حول المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي، وتحولت شوارع العاصمة اللبنانية إلى ساحات للقتال بين القوى الأمنية والمتظاهرين. المسيل للدموع وسط بيروت في الوقت الذي طاردت فيه قوات الأمن محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني، مع استمرار الاشتباكات بالشوارع والتي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى. وعاد المئات للتظاهر في بيروت رغم حملة قوات الأمن العنيفة على احتجاج في ليلة السابقة، عندما أدت الاشتباكات إلى إصابة العشرات أيضاً. ومثلت تلك أعنف اضطرابات في بيروت خلال موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول، ودفعت سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الحكومة. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن التي انتشرت مرة أخرى بأعداد كبيرة مساء الأحد مدافع المياه على مئات المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع. وقال الدفاع المدني إنه عالج 46 شخصا من إصابات ونقل 14 آخرين إلى مستشفيات. وهزت الاشتباكات منطقة تجارية ببيروت لساعات حتى ساعة متأخرة من الليل، وأغلق جنود الجيش بعض الطرق. وقالت قوات الأمن الداخلي إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن رشقها متظاهرون بالألعاب النارية والحجارة، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الأمن. وطلبت قوات الأمن من المتظاهرين على تويتر مغادرة الشوارع. وتفجرت احتجاجات بسبب الغضب من النخبة الحاكمة التي تركت الفساد يستشري في البلاد على مدى عشرات السنين، وقادت لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي وقعت بين عامي 1975 و1990. وتدور خلافات بين الأحزاب السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المروعة. ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إلا بعد تشكيل حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات. في سياق متصل، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون تجاوب مع رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى 15 من الشهر الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة. يذكر أنه كان من المقرر إجراء المشاورات الرسمية اليوم في القصر الرئاسي ببعبدة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد. ارتفعت حصيلة قتل الاحتجاجات في إيران إلى 304 قتيل على الأقل، وأصيب الآلاف حسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية. وقالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات تشير إلى أن من بين القتلى 12 طفلا على الأقل. ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك لعقد جلسة خاصة بشأن إيران للتفويض بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية ضد المتظاهرين والحملة المروعة من الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين.
بعد فوزه في الانتخابات البريطانية. رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعين وزراء جدد في حكومته اليوم في الوقت الذي يمضي فيه قدما من أجل إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكسيت. ويتمتع رئيس الوزراء بسلطة واسعة لفرض رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني. وينتظر من جونسون إكمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير المقبل، ليطوي 3 سنوات من تبعات تصويت عام 2016 للخروج من الاتحاد. ضرب زلزال يوم أمس بلغت قوته 6.8 درجات في ضرب جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين. وكانت المنطقة ذاتها قد تعرضت لعدة هزات أرضية أوقعت قتلى في أكتوبر الماضي. وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يقع جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان، مشيرا إلى احتمال سقوط ضحايا وقوع أضرار جراء هذا الزلزال، وأيضا مؤكدا عدم وجود تهديد بحدوث موجات مد تسونامي. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة القصيم وتبوك وحائل، كذلك على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، وأيضا تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعنوان. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية قرغيزستان. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهني آلي ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الجيش اليمني يحبط هجوما لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة. ارتفاع حصيلة قتل الاحتجاجات في إيران إلى 304 قتيل وإصابة الآلاف. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.